بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك، يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبه. ها طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى؟ انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره، انا عايزه ارجع بيتي وقطي، عايزه ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا، بشرتي قشفت، ضوافري اتكسرت، انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي، ما شفتيش ورده الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني؟ اوضتك اوضتك ده مين يا حلاته؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقولي اوضتي وما اوضتي يا اختي، انت راخره كده، ابعدي كده عنها اهو. انا خبط ايه ليه؟ ان شاء الله داخله دوره الميه. شايفه 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 الاشكال اللي انا عايشه معاها؟ شايفه القرف اللي انا فيه؟ انا اتبهدلت اتبهدلت يا دينا وتهنت. معلش يا هايدي بس معلش معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس؟ انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه تقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش يا هايدي. ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيك، انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي يمين وشمال. مخضمه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله، انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه انسه مني يا اختي، صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن اقسم بالله العظيم، ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه؟ ايه ده ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون؟ لا لا انا خلاص انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه، انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا برده يا سيد غنتي؟ بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي، انا ادبك على شبابك بقيه عمري. عاوزه تغوري من انا ازح وانت ساكت؟ انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده اهو نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا استنى يصلحها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عنب يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني سيبيني خليني اتفاهم مع البنت واخد رايك. ايه انتوا ايه؟ هو انتوا ايه؟ غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لمن فينك يا كوريا؟ لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها. خارجه نفشة ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا برده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حشرك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا، فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشوفه في خرجتك انت وهي قادر يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه؟ اشرب يا بنت عليكي خرجتي يا دي البنت اخسى عليكي. شفتي يا بنت يا نوال قله الادب بتاعت البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشق انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم.
استنى استنى. ايوه 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 حاجه في حاجه في حاجه في حاجه. رخصك. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكه طوال يا بيه. معلش يعني ما تاخذنيش. الناس بقت تعبانه. كلها مخنوقه. مش لاقيين حتى يشتروا رغيف في العيش. وانا ورايا بيه بجاج ما يشدهاش صدقني. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني سيبه يسترزق. انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك. وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا حاضر ماشي حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايوه يا كوريا. ايوه ايوه زفت ايه؟ الله يسامحك يخلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه؟ انت لو ما جيتش خدت البال والمساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه؟ مانيش حمل الدلع الماسخ ده. مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه. انا امنتك امانه وامانه مش هينه وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك وانا مش رضيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعته. شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي ايه ايه انت بتأيد مش بتشتري يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره. المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه بس انت حظك حلو. نو بروبلم. الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك. انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس. ممكن تسكت؟ لما حدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق اسكت بقى. عارف ساعتك دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ اه يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده. فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه تغير الموت؟ خلاص بقى خلاص. انا بحبك انت وعايزك تعرفي ان كل ده ولا حاجه وهثبتك ده في اقرب وقت. فك بقى فك ورا العنب. ماشي يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شويه شوربه. مش هقول لك بقى اشرب. ان شاء الله. انا يا صاحبي مش كانت المستشفى احلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس بدل ما تشوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكا. لا بطيق ريحتها ولا أكلها. بحس إن روحي بتطلع جدع. إزاي بقى صاحبي؟ أمال مين هيغرلك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده. مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح اختو هدان. بس انا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. اه والله انت بتضحك على ايه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي وقالوا لي هنأجل الفرح لغايه ما كباكي يقوم بالسلامه. انت عبيط يا سوكا انت عبيط. ما تنزل ياض تغني وتشوف اكل عيش. لو انت هتفضل لازق لينا 24 ساعه انزل ياض اخفي من وشي ساعتين ثلاثه وبالمره تجيب لنا مصاريف الاكل والشرب لحد ما اقف على رجلي. لا يمكن. ليه يا لا لا يمكن يا كباكي. انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض في ايه يعني؟ وانا مراتك وقاعده حامل في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعه دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضالي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفل. لا ما انا مش هبيع بنتي بس انا كمان لازم اشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير ان انا واحده منهم. ما انا مش حته شغال.
بس انت ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولاش التعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها وخطفها معاه. هي حبت انا وامها، طمع مع قلبها قتل على ابوها، مبلاش عينها غير التراب. بس انا بنتي ما تعملش حاجه وحشه ابدا. ايوه انا اللي مربياها، انا اترجيت استاذ ابو طالب بيه، قلت له ما تاذيهاش، قال لي طمني انت سهل مش هنأذيها، الراجل ده انا معاشرها من سنين. هو صحيح يعني ما بيسيبش ازازة المنكر من ايده، بس راجل حقاي. اي والله العظيم احسن من ناس كتير جدا قاعدين على السجاده. ما جرى ايه يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي، وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاك، انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيم، بس اصل انا والله كنت تعبان، لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه، وانا خلاص بقيت كويس. بعد اذنكم اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب.